تقريب مصور الامير امير العوياني يتعامل معكم. اي نعرفوا امير، اي نعرفوا امير، اي والده اسمه توفيق معناتها نعيط له توتو معناتها البارحه من العمق اللي تعرض له في اطار الاعتذار من العباد كسرت له الكاميرا اللي هي حلمه. واحد باش يشري كاميرا معناتها بروفيسيونيل وداخل عالم الصحافه معناتها تشوفه باجتهاد كبير أي. كسرت له الكاميرا ضمننا معاه بعض اعضاء الهيئه المديره على اساس الموضوع هذاك نسكروه ناخذ له كاميرا اخرى. بالضبط معناتها وصلت ولات ولات معناتها عمليه نتاع ناس تأول فيها على توفيق شرف الدين، ناس تأول فيها على توفيق توفيق المكشر وجيم اوفر وشكينا حماده. وسمعني اليوم تقول لي انت شابه مستهد اليوم فما زوج فرق هو معنيين بالنزول 50% معنيين بالنزول المباشر في في 8 بولات فما ترجي ديال الجرجيت فما الى الشابه لانه حسابيا نحكي حسابيا اليوم في المجموعه المجموعه الثانيه زوج فرق فقط بالتعيين نزول المباشر مش نحكي على البلاي اوت هي الهلال الشاب وترجي الهلال هو ثلاثة جولات التالي سي وليد كنت أنت أكثر واحد أكثر واحد معي بالنتائج بالنتائج لأنه هذا 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 هذه نتائج سامحني في عوض نحلوا المباراة احنا هذه البارح سليمان ثلاثة كور معناتها تقريبا فرص أهداف واضحة وقت الهلال الشاب ما جاتها ولا فرصة باش الناس يخلي الناس ما تحكيش في الشيء هذا كله باش الناس ما تحكيش علاش خسرت الشابه مع رجيش باش الناس ما تحكيش علاش خسرت الشابه مع ليتوال لانه ما ظلمتش لا لقى لا مظالم تحكيميه لا فما مظالم تحكيميه ما فما حد شيء في الاخر لقاو تدوينه باش يخلي يجلب تعاطف الناس وعلى اساس ديما الرجل معناتها اذا كان هو موهود نظريه المؤامره اش دونك شو يولي نهار الكل يتامروا عليا يتامروا عليا اخر 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 حاجه يتامروا عليها عن تلك ستاتيو هذا معقول معناتها حكام ما تشكيتش منهم حكام عطاوك حقك بل بالعكس ممكن استفادت الشابه السنه من التحكيم ولا مباراه معناتها فما رجيش خاسره واحد شيء فما ضربه جزاء واضحه لرجيش ما حكي عليها حد اليوم نجي نقول وكل الفرق لازم تستفاد من التحكيم وكل الفرق متعرضه للظلم مقابله النجم الرياضي الساحلي في الذهاب في الشابه كيف كيف استفاد مقابله النجم الرياضي الساحلي في الذهاب في الشابه اللي تعاقب اللي تعاقب فيه سليب علي ربحت جرجيس ربحت سليمان ربحت مسير ربحت النادي النادي الافريقي ربحت الجمعيات الكل في الشابه تقريبا اليوم شو لقاه؟ ما لقاش التحكيم ما تشمعت التحكيم باش ياخذ يتذرع بها ما لقى حتى شيء لقى كان تدوينه مهبتها وليد جلاد على واحد اسمه توفيق لصقها وهبت بلاغ رسمي معناتها يضحك على عقول الناس اما نعرف ان الشوابيه اذكياء ونعرف اللي معناتها ما تعداش عليهم الشوابيه ما عدا معناتها زملاء من جماعه اللي يخدموا عند سي توفيق ولا ربي يعاونهم اما كيما اللي جابهم البارح باش يخلصهم ويسبوا الناس ويبسكوا على الناس معناتها البارح تعرضوا لاعبين معناتها تقول بلات معناتها ولا تقولش علينا درافين نلعب وبعد نمشيو نلقاو رواحنا في قفص نتاع حيوانات هذا كله مش ما يتحكاش نجموا تدوينه حتى رئيس جمعيه على بعض من با اس لا فما لا توفيق لا فما لا توفيق شوف كلموا التاسعه شوفوا شو عملوا في مصور التاسعه في قناه اعلاميه ما خلاوش يصور ما انت تحب تغور ما فهمتش اليوم تلقى على انا نقول حاجه ان شاء الله معناتها ربي يخف على الشوابيه من السيد هذا هذا السيد من الحقيقه يحكي على ما نحبش نحكي سي وليد سي وليد شفت هنا نقول لك باش هنا نقول لك قيمه النقل التلفزي لازم نلقاو حل رؤساء النوادي في اقرب وقت لاعاده النقل التلفزي للمباريات خاطر نتوقع برجوع النقل التلفزي ما نتوقعش كان فما ما ديجا ما سلموش الاولاد في الوطنيه على كيف المقابلات وشفنا اعتداءات على الكاميراوات وشفنا اعتداءات ما خلاو حتى حد يصور هاو التاسعه ماخذ حقوق البث وما خلوهم حقوق البث معناتها باش تعدي سي وليد ما خلوهاش تصور في الاخر قلت لك يسيب هذا كله وما عادش يحكي رياضه ما عادش يحكي ميدان يحكي على تدوينه ويهبط عليها بلاغ في التأويل نتاع تدوينه لو مالورو في هذا الكل بلاغ رسمي اللي انت عندك لا يشرف لا يشرف اسم جمعيه كبيره كما الى الشابه ولا يشرف جماهير الشابه
ولا يتشرف الشوابيه. لو مالورو في هذا الكل اللي انت مني انا ومن توفيق بن كشف ومن غير لو مالورو في هذا الكل سي وليد اللي عندك يعني انت ان جروب دو جوار معناتها باهي وشاب زاد في ان جروب دو جوار باهي